وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيها تارك هذه الصلاة، وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، وإما أنها عامة مخصوصة بأدلة كفر تارك الصلاة. وأما الكبائر التي ورد فيها الخلود في النار فإنها بإجماع أهل السنة لا يخلد فيها الخلود الأبدي، ولكنه يخلد خلودا ما شاء الله تعالى يخلد، ثم بعد ذلك يخرج من النار بما معه من الإيمان. فأما تارك الصلاة فقد دلت النصوص على أنه لا إيمان معه وإنه كافر والعياذ بالله. وليس الإيمان أيها الإخوة أن يؤمن الإنسان بوجود الله عز وجل، اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله، الإيمان يثمر ثمرة عظيمة تظهر على أقوال الإنسان وأفعاله، فإذا خلى من الثمرة فإن معنى ذلك أن الإيمان إما مفقود وإما ناقص نقصا بحسب ما تركه الإنسان من شرائع الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ، هناك سؤال يقول: ينسب لفضيلتكم فتوى تجيز للطلبة المسافرين في الخارج القصر في الصلاة والفطر في رمضان، فما مدى صحة ذلك؟ هذا الذي ينسب إلينا صحيح، وقد كتبنا هذا في مجلة المسلمون، وكذلك أيضا ذكرنا أن هذا هو مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن راجع كلام شيخ الإسلام في الفتاوي تبين له الأمر ظاهرا جليا، وأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحديد. وغاية ما هنالك ما ذكره الذين يحددون بأربعة أيام من كون الرسول عليه الصلاة والسلام قدم في حجة الوداع، قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة وصار يقصر الصلاة حتى رجع إلى المدينة. ومن المعلوم أن هذا الحديث إن لم يكن فيه دليل على جواز القصر في أكثر من هذه المدة فليس فيه دليل على جواز الحصر في هذه المدة، لأننا نعلم أن وصول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة في اليوم الرابع وقع قصدا أم اتفاقا؟ اتفاقا، يعني بمعنى أنه سار السفر مشى وصادف أن اليوم الذي وصل فيه هو يوم الرابع من ذي الحجة. ومن المعلوم أيضا أن الحجاج يصلون قبل هذا اليوم ولا بعده؟ يعني كل الحجاج اللي يجون لمكة ما يصلون إلا من الرابع فأقل، يصلون قبل، يصلون في اليوم الثالث وفي الثاني وفي أول الشهر وفي القعدة، بل وفي شوال، لأن الله يقول الحج أشهر المعلومات وشوال هو أول أشهر الحج. فإذا كان الناس لو قدموا في اليوم الثالث من ذي الحج من ذي الحجة وجب عليهم الإتمام، أيدعه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يبينه؟ لا يمكن. فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم في اليوم الرابع وقصر الصلاة وهو مقيم في مكة يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، وخرج يوم الخميس إلى منى وهو يعلم عليه الصلاة والسلام، وكلنا نعلم أن من الحجاج من يصل في اليوم الثالث، يصلون مثلا في يوم السبت ويقيمون إلى يوم الخميس. ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم من وصل قبل الحج بخمسة أيام فليتم، ولو كان هذا أمرا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمهم أن هذا ليس موضع سياق الأدلة ومناقشتها، لأن من أراد أن يطلع على ذلك فليطلع إليه في فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي والحمد لله مطبوعة وميسورة بأيدي الناس، وليتأمل المسألة بالدليل قبل الاعتقاد. وأنا أحث طلبة العلم، وأمامي والحمد لله من طلبة العلم ما شاء الله، أحثهم على أن يستدلوا أولا ثم يعتقدوا ثانيا، لا أن يعتقدوا ثم يستدلوا، لأن الإنسان إذا اعتقد الشيء قبل الاستدلال فربما يوجب له اعتقاده أن يصرف الأدلة إلى ما يقتضي اعتقاده. لكن إذا جعل نفسه خاليا من كل شيء إلا مما دلت عليه النصوص ثم راجع النصوص نفسها ثم بنى الحكم على ما تقتضي هذه النصوص عنده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
فإن هذا هو اللائق بطالب العلم المستدل الذي ينشد الدليل. وليس الغرابة في القول أن يكون غريبا على الناس، الغرابة في القول أن يكون بعيدا من الصواب. فإذا كان القول صوابا فلا عبرة باستغراب الناس له. وأنا أقول هذا لأنني راجعت المسألة في عدة أدلة ووجدت نفسي محرجا أن ألزم الناس بأن من نوى إقامة 5 أيام في بلد لزمه الإتمام، وجدت نفسي محرجا في أن أقول ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام الصحابة في أماكن أكثر من ذلك أيضا. أقام أنس بن مالك 2 سنين في الشام يقصر الصلاة، وأقام ابن عمر 6 أشهر في أذربيجان يقصر الصلاة. والقول بأن ابن عمر يقول باكر أسافر هذا قول كل يعرف أنه لا وجه له، لأن الثلج إذا نزل يذوب في 4 أيام ولا يزداد في 4 أيام؟ يزداد، كل ما له يزداد. وابن عمر وغير ابن عمر يعرفون أنه إذا نزل الثلج في أذربيجان وما أشبهها أنه لن يذوب في 4 أيام ولا في 5 أيام ولا في 10، بل لا يزيد الشتاء إلا جمودا. وهذا أمر معلوم لمن تدبر. وإذا كان عند هؤلاء الذين يحددون أن الرجل إذا أقام لقضاء حاجة وهو لازمة تنقضي لو يبقى 100 سنة فإنه مسافر، فما الفرق؟ هو أقام لحاجة وأنا أقمت لحاجة، لكن أنا أعرف أن حاجتي تنقضي في مدة معينة وذاك ما يعرف، أي فرق؟ ما دام أن الغرض من إقامتي في هذا البلد هو شيء معين وإذا انتهى فإنني لو أربط ما بقيت في البلد، فأي فرق بين التحديد وعدم التحديد؟ كلنا لا ينوي أن يقيم في هذا البلد ما دامت حاجته تحبسه فقط. وعلى كل حال هذه المسألة كما تعرفون خلافية وقد أشكلت على كثير من الناس، فمن اطمأنت نفسه لهذا القول فليعمل به، ومن رأى أنه خلاف الصواب فإنه لا يجوز له أن يعمل به، لأن الإنسان ما هو مكلف بقول غيره، مكلف بما يعتقده، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين. فإذا رأيت أن قول عالم من العلماء مهما كان العالم أنه مخالف للصواب وأن الصواب في خلافه، وجب عليك أن تطرحه وأن تأخذ بما تراه صوابا، ولا تغتر بأي قول إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن دلت الأدلة على الأخذ بقوله كإجماع المسلمين مثلا. والحاصل أن هذا هو ما أقوله، ولكنني لا أقول إني نبي أو رسول، وأقول إذا رأيتم قولي مخالفا لقول الرسول أو لإجماع الأمة فاجعلوه تحت نعالكم في هذا وفي غيره، لكنني أقول أسأل الله تعالى أن يوفقني للصواب قولا وعملا وإياكم. أما أن ألزم الناس بهذا أبدا، كل من رأى أن قولا لي أو لأحد من أهل العلم مخالف للصواب فإنه يجب عليه طرحه واتباع الصواب، ولن ينفعه يوم القيامة أن يقول قلدت فلانا أو فلان وهو يعلم أن الصواب في خلاف قوله أبدا. ولهذا هذه المسألة قد يتخذ بعض الناس من مثل هذه المسائل وصولا لغاية فاسدة، مثل ما اتخذ بعض الناس من القول بأن الرجل إذا تزوج وهو غريب بنية الطلاق فإن ذلك جائز وليس من المتعة، اتخذوا من هذا أمرا فظيعا والعياذ بالله، حتى سمعنا أن بعضهم يسافر لا لغرض ولكن لأجل أن يتزوج لمدة أيام بنية الطلاق، حتى استخدمها بعض الناس في أمر نعلم علم اليقين أن قائليها لا يريدون ما قال هؤلاء. أنا أقول إن أقوال بعض أهل العلم التي تخالف ما يعتقده الإنسان صوابا يجب عليه أن يطرحها ويأخذ بما يراه صوابا، حتى لو قاله أكبر عالم من علماء المسلمين فإنه لا يجوز له أن يأخذ به ما دام يعتقد أنه ليس بصواب مهما كان، لأن الله تعالى يقول في القرآن ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ شوف وش جوابك للرسول عليه الصلاة والسلام،
هل تقول والله أنا سمعت وأطعت لقول فلان وتركت قول الرسول، أو سمعت لقول الرسول؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. والإنسان لا يكلف الله إلا وسعه. فإذا كان يعتقد أن هذا هو الحق ما يمكن أن يرجع عنه أو يقول بخلافه إلا إذا تبين له أنه باطل، فيجب عليه أن يرجع عنه مهما كان. نعم. أحسن الله عليك. ترى القاعدة الأصولية توافق ما ذكرتم، وهي ترك الاسم الصالح يقع الأحوال تنزل منزلة العموم في جميع الأحوال. ربما توافق، لكن أنا عندي أننا في غنى عنها، لأن الرسول يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع، يقدمون في اليوم الأول والثاني والثالث، واضح. أحسن الله عليك. يقول: سمعنا من بعض أهل العلم، من بعض العلماء، بأنه لا زكاة للحلي المعد للاستعمال، بالمقابل سمعنا لبعض العلماء بوجوب زكاته، وكلاهما استشهد بدليل، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أنا رأيي أنه تجب فيه الزكاة، الحلي المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. فإذا كان عند المرأة ما يبلغ 85 جراما من الذهب الخالص وجب عليها زكاته، لأدلة الكتاب والسنة على ذلك. وقد كتبت في هذا رسالة صغيرة، ما أدري هل نشرت أم لم تنشر، لكنها قديمة، في أدلة هذا القول وبيان ضعف أدلة مخالفيه. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد. نعم. يقول السائل: إذا نوى المسافر المكوث في البلد التي سافر إليها ما يقارب 15 يوما مثلا، فهل يجوز له القصر والفطر أو لا؟ نعم، هذا السؤال يمكن أن يفهم الجواب منه مما سبق، وأن الرجل إذا أقام في بلد مدة 15 يوما فهو مسافر، يجوز أن يمسح على الجوربين 3 أيام، ويجوز أن يفطر في رمضان إذا كان في رمضان. وأما قصر الصلاة فيجوز أن يقصر الصلاة أيضا، لكن إذا كان في بلد يسمع الأذان وجب عليه إجابة المؤذن والصلاة مع الجماعة، لأن الجماعة لا تسقط عن المسافرين، بل أوجبها الله حتى مع الخوف. فقال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا كنت في بلد، جئت مثلا لمكة للعمرة أو للحج، أو جئت لبلد آخر لزيارة قريب أو للتفرج أو ما أشبه ذلك من الأسفار المباحة، فإنك مسافر. لكن ما دمت تسمع الأذان وجب عليك أن تلبي دعوة المؤذن، وحينئذ يجب عليك الإتمام اتباعا لإمامك، حتى لو أدركت من الرباعية 2 ركعة وجب عليك أن تأتي بإتمامها 2، فتكون 4 ركعات. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة لهذا السؤال، لو أن المسافر أما جماعة المقيمين، نعم، فهل يقصر بهم وماذا يكون حالهم وهم مقيمين؟ نعم، لو أما جماعة مقيمين وهو مسافر، فإنه يصلي 2 ويتم ويسلم، ثم يقوم المقيمون ويتمون صلاتهم. والحقيقة أنني أستغفر الله وأتوب إليه من تأخري عن صلاة العشاء، لأني قلت لا أحب أن أفوت الناس نصف الصلاة بدون إمام، وجعلت الأخ يصلي بدلي، وإلا فإن الأولى أن أصلي 2 وأسلم والمقيمون يكملون الصلاة. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل حين فتح مكة، كان يصلي بأهل مكة 2 ويقول: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. السائل يقول: الذي يصل إلى الحرمين الشريفين لعمل ما وهو في حكم المسافر لا يدري متى يغادر، وتدركه صلاة الظهر خارج الحرم فيؤجلها ليصليها جميعا في الحرم مع العصر للحصول على فضيلة الصلاة في الحرم، فهل هذا جائز؟ ما دام مسافرا ولم يسمع الأذان الذي يجب عليه إجابته وحضور الجماعة،
فله أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر، لأن الصحيح أن المسافر يجوز له أن يجمع ولو لم يكن قد جد به السير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في تبوك بين الظهر والعصر وهو مقيم، وكذلك ظاهر حديث أبي جحيفة أنه جمع عليه الصلاة والسلام وهو نازل في الأبطح قبل الحج في حجة الوداع. فالصواب أن المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يكن قد جد به السير، لكن الأفضل ألا يجمع إلا إذا جد به السير. ومثل هذه الملاحظة التي لاحظها السائل وهو فضيلة المكان ملاحظة طيبة إذا أخر الصلاة ليجمعها مع ما بعدها. نعم. ويسأل أيضا يقول: الذي يريد السفر من الحرمين الشريفين ويكون موعد السفر قبل صلاة العصر بقليل، فهل يجوز له الصلاة في الحرم طلبا لثواب الصلاة في الحرم قبل أذان العصر يقدم صلاة العصر؟ إذا كان من أهل مكة فإنه لا يجوز أن يجمع صلاة العصر مع الظهر لأنه لم يغادر بلده بعد. أما إذا كان من غير أهل مكة بل كان حاجا أو معتمرا أو جاء لحاجة فإنه لا بأس أن يقدم صلاة العصر يصليها مع الظهر لشرف المكان، هذا إن لم يكن يفوت بذلك صلاة الجماعة في العصر، يعني بأن كان له أصحاب لو أخر صلاة الظهر لصلى العصر لصلاها معهم جماعة، ولو قدمها في المسجد لصلاها وحده، نقول أخرها لتصلي جماعة مع أصحابك ورفقائك. نعم. يقول السائل: نعم الله علينا كثيرة توجب علينا حبه، ولكن هل من الممكن أن نقول أن الإيجاد من العدم من هذه النعم؟ وإذا كان الجواب بنعم فما القول فيما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتها كانت عقيما. نعم، نقول لا شك أن إيجاد الخلائق من العدم من مقتضى حكمة الله عز وجل، وأنها أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى على الخلق، فإن في هذا الإيجاد حصل النبيون والمرسلون والأولياء وبل حصل النبيون والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون، وهذه من النعم بلا شك. وأما قول عمر رضي الله عنه إن صح عنه فإن الذي حمله على ذلك شدة الخوف من الله عز وجل، خاف أنه قد فرط في حق الله عز وجل فخاف من الله فقال: ليت أمي لم تلدني. ولكن هذا لا يمنع أن يكون إيجاد الله الخلائق لحكمة عظيمة يستحق عليها الحمد والشكر، وأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. أحد الأخوة لديه استدراك في مسألة الاعتقاد الذي يفتي به بعض أهل العلم والذي تريد أن تعتقده، فيقول: ما المراد وماذا تقصدون صاحب الفضيلة بالاعتقاد؟ هل أمر التحليل والتحريم وخضوع للدليل؟ نخشى أن يلتبس هذا الأمر على بعض الناس بأمر العقيدة، نرجو الإيضاح حفظكم الله. نعم، لا، نحن نريد الاعتقاد في الحكم، اعتقاد الحكم أن هذا حرام أو هذا واجب أو هذا جائز أو هذا مكروه أو ما أشبه ذلك. وأما العقائد التي هي الأمور العلمية التي تتبع العلم فهذه لها شأن آخر، إنما كلامنا في الاعتقاد اعتقاد الأحكام أن هذا حلال وهذا حرام. نعم. يقول السائل: آمل إيضاح هل الشيعة جماعة ضالة أم مشركة جزاكم الله خير؟ ينبغي أن يكون مثل هذا السؤال خاصا بين السائل وبين المسؤول، لأن السائل قد يتهم في إرادة مثل هذا السؤال، ونحن نجيب بجواب عام عن كل المبتدعة. فالمبتدعة قسمان: قسم يصل بهم ابتداعهم إلى الكفر، وقسم لا يصل ابتداعهم إلى الكفر. فمن اعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حل في علي بن أبي طالب فهذا كافر لا شك فيه، ومن اعتقد أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك فيه،
ومن اعتقد أن علي رضي الله عنه أحق بالرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن جبريل غلط فهذا كافر لا شك فيه. ومن اعتقد أن الصحابة كلهم أو إلا نفرا قليلا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر لا شك فيه. ومن اعتقد أن أبا بكر وعمر كانا منافقين ومات على النفاق فهو كافر كفرا لا شك فيه. وكل من أدته بدعته إلى ما يقتضي الكفر فهو كافر، سمه شيعيا أم غير شيعي، نحن لا يهمنا التسمية، الذي يهمنا حقيقة الأمر وحقيقة العقيدة. فإذا كانت مخالفة للشرع مفضية إلى الكفر فكفره ولا تبالي به. ولكن مع هذا إذا ابتدع مبتدع أو صار مبتدع على بدعة وملة سواء كانت مكفرة أو غير مكفرة فإن الواجب عليك أن تدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى السنة، تدعوه إلى الحق، وتبين له ذلك، لأنه قد يضلل، قد يكون عاميا ساذجا ليس عنده علم فيضلل، يضلله دعاة السوء والعياذ بالله. فعليك أن تدعوه إلى الله عز وجل وإلى السبيل المستقيم، ولا تيأس، لا تيأس من رحمة الله. كم من إنسان هداه الله عز وجل بسبب دعوة صالحة مخلصة مع بيان الحق فاهتدى. نعم. يقول السائل: ما حكم تناول الحبوب المسحرة التي يتناولها بعض السائقين والطلبة مع العلم أنها ليست مخدرة؟ يتجاوز عنها الأطباء، يقول أنها مخدرة. نعم. هذه الحبوب التي يستعملها الإنسان للامتناع من النوم ضارة بلا شك، وذلك لأن النوم من نعمة الله عز وجل ومن آياته. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وقال تعالى: وجعلنا الليل وجعلنا النوم سباتا، أي قاطعا للتعب ومجددا للنشاط. فأي إنسان يهدم هذه الطبيعة فإنه ضار ببدنه، وكل ضار فإن القاعدة الشرعية تجعله حراما، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بل إن الله تعالى أسقط الواجب عن الإنسان خوف الضرر، فأسقط الوضوء بالماء إذا كان الإنسان مريضا وخاف من الضرر إلى أن يتيمم. وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فالذي أرى أن هذه الحبوب محرمة ولا يجوز للسائق أن يتناولها، وعليه أن يتقي الله بنفسه. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام منع عبد الله بن عمرو بن العاص من أن يسهر الليل في عبادة الله، وقال له: إن لنفسك عليك حقا، فكيف بمن يسهر الليل ويرهق بدنه بعمل دنيوي؟ وهذا لا شك أنه سفيه في تصرفه. أيما أولى أن تحافظ على مالك الذي لا تدري هل تأكله أم تموت قبل أن تأكله، أو أن تحافظ على بدنك الذي هو حياتك؟ أيهما أولى؟ الثاني، المحافظة على البدن. فكيف تذهب تأكل هذه الحبوب التي توجب الصحوة من أجل جمع المال؟ ونسأل الله لنا ولهم الهداية. نعم. يقول السائل: نحن نقول بين السجدتين: رب اغفر لي ولوالدي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني إلى آخره، يقول: هل هذا من السنة أم لا؟ نرجو تبين ذلك. نعم، السنة أن لا تقول ولوالدي، لا في النافلة ولا في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم أمته هذا الدعاء لم يقل اغفر لي ولوالدي، ولكن اذكر الدعاء الوارد أولا وادع الله به، ثم ادع الله تعالى لولديك بما شئت، أو لغيرهم من المسلمين بما شئت أيضا. نعم. يقول السائل: نرجو تبين ما يلي يا صاحب الفضيلة: قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مع توضيح السكتات المشروعة بالنسبة للإمام. قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصحيح أنها واجبة في الصلاة السرية والجهرية، لعموم الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن،
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، فإن كان للإمام سكتات قرأ المأموم في سكتاته، وإن لم يكن له سكتات قرأ ولو كان إمامه يقرأ. هذا هو القول الراجح. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، ويرى آخرون بأن قراءة الفاتحة على المأموم ليست بواجبة لا في السرية ولا في الجهرية، لكن مقتضى النصوص فيما أرى أنها تجب في الصلاة السرية والجهرية، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أما سكتات الإمام فهي عند تكبيرة الإحرام يسكت للاستفتاح، وبعد قراءة الفاتحة يسكت سكوتا يسيرا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هناك سكتة ثالثة بين القراءة والركوع، لكنها يسيرة جدا ليترد إليه نفسه. نعم. يقول السائل: وجدت أناسا يصلون العشاء تقديما مع المغرب، ولم أكن أعرف أنهم يصلون العشاء، فدخلت معهم بنية صلاة المغرب وأكملت صلاتي بعد قضاء الصلاة، فما هو الحكم في ذلك؟ هذا رجل يقول إنه دخل المسجد ووجدهم يصلون صلاة العشاء وظن أنها المغرب، فدخل معهم بنية المغرب، فلما أنهوا الصلاة قام فأتم صلاة المغرب كأنه قد فاته ركعتان. فنقول في الجواب على هذا إنه لا بأس به، ولا حرج أن تختلف نية الإمام والمأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا إلى آخره. فاختلاف النية بين الإمام ومأمومه لا يؤثر، فلك أن تصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، أو العشاء خلف من يصلي المغرب، أو تصلي الظهر خلف من يصلي العصر، ولا حرج عليك في هذا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز للإنسان إذا دخل والإمام يصلي التراويح أن يصلي خلفه بنية العشاء الفريضة. نعم. يقول السائل: شخص قام بأداء العمرة ثم أقام في مكة لمدة 5 أيام، لكنه حينما غادر مكة لم يقم بأداء طواف الوداع، فما الحكم؟ الحكم في هذا ينبني على اختلاف أهل العلم في وجوب طواف الوداع في العمرة. فمن أهل العلم من قال إن العمرة ليس لها وداع، وأنه إذا قدم الإنسان مكة معتمرا فلا وداع عليه ولو تأخر في مكة. ومنهم من قال إنه يجب عليه أن يطوف للوداع إن أقام بمكة. أما إن سافر في الحال، يعني طاف وسعى وقصر وسافر بالحال، فلا شيء عليه. والراجح عندي هذا القول، أنه إذا أقام الإنسان بعد طوافه وسعيه في مكة وهو معتمر فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا وإن كان قاله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فلا يمنع من وجوبه في العمرة، لأن هذا هو ابتداء تشريع هذا الحكم، كان في حجة الوداع. نعم. يقول: ما هي مسافة القصر؟ المشهور عند أكثر أهل العلم أن مسافة القصر مسيرة يومين للإبل المحملة، وقدرها بعض المتأخرين 81 كيلو و300 كسر، هذا بالمسافة بالكيلوات. وقال آخرون سوى ذلك، والخلاف بهذا كثير، يبلغناه 10 أقوال في هذه المسألة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن السفر مرجعه إلى العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر وإن قربت مسافته، وما لم يسمه الناس سفرا فليس بسفر. نعم.
يقول السائل: رجل يذهب إلى مكة من أجل العمرة، لكنه حين يصل مكة وبعد 3 أيام يذهب للتنعيم من الإحرام ثم يعتمر، فهل يتجاوز الميقات دون أن يحرم؟ فماذا عليه؟ لا يجوز للإنسان إذا ذهب إلى مكة وهو يريد الحج أو العمرة، لا يجوز أن يتجاوز الميقات حتى يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل، وهذه خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بلا إحرام، حتى لو كان في الطائرة فإنه يجب عليه أن يعقد الإحرام إذا حاد الميقات، لأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه أهل الكوفة والبصرة بعد أن فتحتا وقالوا: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها جور عن طريقنا. فقال لهم رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم، يعني إلى ما يحاذيها. فدل هذا على أن الواجب أن يحرم الإنسان إذا حاذ الميقات. ويتساهل بعض الناس في هذه المسألة كثيرا، تجده يريد العمرة فيذهب في الطائرة ويقدم جدة ويحرم من هناك، وهذا خطأ. وقد ذكر العلماء في حكم تارك واجب من واجبات الحج والعمرة أنه يلزمه أن يذبح هديا في مكة ويوزعه على الفقراء هناك. حججت وجاءتني الدورة الشهرية، فاستحييت أن أخبر أحدا، ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت، فماذا علي علما بأنها جاءت بعد النفاس؟ لا يحل للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أن تصلي، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي. وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها. وأما طوافها فإنه إن كان هذا في أول ما قدمت مكة وهي حاجة، فإن هذا الطواف يقع غير صحيح عند جمهور أهل العلم، وإذا لم يكن صحيحا لم يصح السعي الذي بعده، وحينئذ تكون قارنة، لأنها أحرمت بالحج قبل أن تحل من العمرة، إذ أنها لا يمكن أن تحل من العمرة إلا بطواف وسعي وتقصير، وهذه لم يكن لها طواف وسعي صحيح، فإذا أحرمت بالحج بعد ذلك صارت قارنة بدل أن تكون متمتعة، وحينئذ لا يكون عليها شيء فيما فعلت بين العمرة والحج لأنها جاهلة. نعم. تقول السائلة: ما حكم لبس الذهب للنساء؟ لبس الذهب للنساء جائز، لكن بشرط أن لا يتعدى حتى يكون إسرافا، فإن تعدى حتى كان إسرافا فإن الله عز وجل يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله تعالى لا يحب المسرفين في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في المساكن ولا في المراكب. وعلى هذا فنقول: يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ما شاءت من ذهب وفضة وجوهر وغيره، بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف. نعم. تقول السائلة أيضا: ما حكم قص الشعر للنساء؟ نعم، قص الشعر، وكأنها تريد شعر الرأس. قص شعر المرأة لرأسها إن قصته حتى يكون كهيئة رأس الرجل فإن ذلك حرام ومن كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وأما إذا كان قصا لا يصل إلى هذا الحد
فإن فيه خلافا بين أهل العلم، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه مكروه، فيكره لها أن تقص شيئا من شعر رأسها سواء من المقدمة أو من المؤخرة، ما لم يصل إلى حد يكون مماثلا لرأس الرجل فيكون حراما. نعم. وتقول السائلة أيضا: هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة القدمين؟ نعم، الأولى للمرأة أن تستر قدميها وكفيها في الصلاة، والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب لأنهما من العورة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفين والقدمين ليس من العورة، ولكن الأحوط أن تسترهما المرأة في حال الصلاة، تستر القدمين والكفين، وأما الوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة لكنه عورة في النظر، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال إلا زوجها ومن كان من محارمها. تقول السائلة: ما حكم نمص الحاجب بالنسبة للنساء؟ نمص الحاجب يعني نتفه محرم، بل هو من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا على فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال أهل العلم إن الذنب إذا رتب عليه لعن أو غضب أو نفي إيمان أو وعيد في الدنيا أو عقوبة في الدنيا حد أو وعيد في الآخرة كان ذلك دليلا على أنه من كبائر الذنوب. يقول السائل: فيما هو متبع الآن في المحلات التجارية بأن يشتري الزبون بقيمة معينة يحددها صاحب المتجر مثل 2000 ريال، ومن ثم يقوم صاحب المتجر بإعطائه هدية قيمة مقابل الشراء، أفيدون في حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا لا بأس به في الأصل إذا لم يكن ذلك شرط، فإن كان شرط بأن أعلن صاحب المتجر أن من اشترى منه هذه البضاعة فله كذا وكذا فإن في هذا محذورا، هذا المحذور هو أنه يحمل الناس على أن يشتروا هذه السلعة وهم لا يقصدونها، ولكن رجاء لهذه الجائزة التي جعلت للمشتري، كما يذكر أحيانا يجعلون جائزة السيارة أظن سيارة في سلعة لا تساوي 20 ريالا، معنى ذلك أنه يشبه القمار الذي هو الميسر، وأنه يحمل الناس على شراء ما لا يريدون فيكون في ذلك إضاعة للمال، فتجد الرجل يقول أشتري، فإذا اشترى ولم يفز قال بشتري ثانية، يعني يمكن أفوز المرة الثانية، لم يجد قال اشتري ثالثة، وهكذا يخلص دراهمه رجاء أن تحصل له هذه الجائزة، ففي هذا شيء من إضاعة المال. نعم. يقول السائل: ما درجة صحة الحديث الذي يقول معناه اختلاف أمتي رحمة؟ نعم، هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله تعالى الخلاف إلا في مقام الذم، قال الله تبارك وتعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، والخلاف كما قال ابن مسعود شر، ولكن الخلاف الذي يقع بين العلماء إذا كان مصدره الاجتهاد فإن الله تعالى يرحم المجتهد نفسه، يرحمه بكونه لا يعاقبه على خطئه في اجتهاده، هذا معنى أن الخلاف رحمة، يعني أن ما وقع بين العلماء من الخلاف في الاجتهادات لا يعاقب عليه المجتهد، بل من رحمة الله بعباده أن من اجتهد فحكم فأصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، أما أن ينشد الخلاف ويقال خلاف رحمة فهذا لا يمكن أبدا، قال الله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فكيف يقال إن الخلاف رحمة؟ ومن العجب أن هذا الحديث على أنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس جعله ذريعة لتتبع الرخص، فإذا وجد
أن أحد من أهل العلم قال قولا يناسبه ذهب إلى هذا القول، وإذا قيل هذا حرام قال هذا يا أخي هذا خلاف، اختلاف أمة رحمة. تجد هذا الرجل مثلا يأكل ملء بطنه من لحم الإبل، يملأ بطنه من لحم الإبل، وإذا كان في الشتاء لم يتوضأ. لماذا؟ قال لأن بعض العلماء يقول ما في وضوء لحم الإبل، فإذا كان بالقيض وأكل لحم إبل لو قليلا توضأ. ليش توضأ؟ قال لأن بعض العلماء قال يقول بوجوب الوضوء من لحم الإبل. في الشتاء من يتبع؟ يتبع قول من يقول لا وضوء فيه. وفي الصيف لما كان الماء يناسب الإنسان يتبع من يرى أنه واجب، أو يأتي إنسان يقول يمس امرأته لشهوة ويتلذذ بها ويتمتع بها إلا أنه لم يخرج منه شيء ويأكل لحم إبل كثيرا. قلنا له التوضي أخي من لحم الإبل، قال لا أنا أقلد الشافعي، الشافعي ما رأى الوضوء من لحم الإبل. طيب الشافعي يرى أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، قال أنا بقلد المذهب الثاني اللي يقول مس المرأة ما ينقض الوضوء. نعم ثم ليش؟ قال أنا أحتج أقول اختلاف أمة الرسول رحمة، ما هو صحيح هذا. فالحاصل أن هذا القول أن هذا الحديث ضعيف، وأن الخلاف ليس منشودا للشرع بل الاتفاق هو المنشود، ولكن المتخالفين إذا كان ذلك الخلاف صادر عن اجتهاد فهم في رحمة الله عز وجل، قد وسعتهم رحمة الله، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. تقول السائلة لي جارة شيعية وقد حاولت نصحها إلى طريق السنة ولكنها لم تصغي إلى كلامي، فماذا يجب علي تجاهها وهي دائما على اتصال بي وتطلب مني بعض الأشياء التي تنقص عليها، فهل أجاوبها وأعطيها ما تطلبه أم أبتعد عنها، وما خطر منهجهم علينا نحن أهل السنة والجماعة؟ أما الجواب على الفقرة الأخيرة في السؤال وهي خطرهم علينا بل وخطر غيرهم من أهل البدع، فإنه لا خطر علينا منهم بإذن الله وبحول الله، لأن الحق منصور، وقد قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. شوف الكلمات العظيمة، نقذف بالحق، ولم يقل الله نلقي الحق، قذف وهو الرمي بشدة، فيدمغه يعني يصيبه في أم دماغه، وبعدين يعيش فإذا هو زاهق، وإذا يسميها علماء النحو إذا الفجائية التي تأتي فور وجود سببها. فأي إنسان مبتدع من شيعي أو غير شيعي لا يمكن أن يؤثر على أهل السنة والجماعة أبدا، لأن لديهم الحق، ومن كان الحق معه فإنه لا يخاف، من كان الحق معه فإنه لا يخاف، لأن الله يقول بل نقذف وبالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ولكن المشكل أن بعض الناس يكون عنده خور وضعف في مقابلة أهل البدع فيضعف ويخور ويعجز، هذا هو الذي يخاف عليه. وأما من تمسك عن بصيرة بمذهب أهل السنة والجماعة فإنه لن يخاف عليه أبدا. وعلى كل منا كما أسلفت آنفا أن يكون داعية الله عز وجل مبين الحق، وأن يعرف الباطل الذي هم عليه حتى يمكنه أن يرده ويبين بطلانه. نعم. يقول السائل هل يجوز سحب أحد المصلين من الصف الأمامي إذا حضر شخص ولم يوجد سواه، أو ينتظر إلى أن يأتي أحد المصلين، أم ماذا يفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. القول الراجح في هذه المسألة أنك إذا أتيت والصف تام فإنك تصلي خلف الصف مع الإمام، ولا تجر أحدا ولا تتقدم للإمام، لأنك إذا جررت أحدا فقد جنيت عليه، رجعته من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، وشوشت عليه صلاته،
وجنيت على غيره من المصلين أيضا، ففتحت بينهم فرجة وقطعت الصف، ثم إن المصلين عادة إذا انفرج الصف يدنو بعضهم إلى بعض، فيحصل بذلك عمل لا داعي له من هؤلاء المصلين. وتقدمك إلى الإمام إذا لم يكن هناك باب قبلي معناه أنك لن تتقدم إلا بتخطي الرقاب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب فقال له اجلس فقد آذيت، لا سيما وأنك تتخطاهم وهم يصلون، ففي هذا أذية لهم. ثم إذا تقدمت ودخلت مع صرت إلى جنب الإمام وجاء رجل آخر بعدك بدقيقة أو دقيقتين ولم يجد مكانا، قلنا له تقدم إلى الإمام. فجاء رجل ثالث قلنا له تقدم إلى الإمام، ورابع وخامس قلنا تقدم إلى الإمام. صار الإمام الآن صفا أو نصف صف، بينما لو بقي وحده وصف وحده وجاء واحد وآخر بعده صاروا صفا وراء الصفوف. ثم إننا نقول لو قلنا له انصرف ولا تدخل مع الإمام ولا تصف الصلاة حرمناه من ماذا؟ من صلاة الجماعة والمصافة. لكن إذا قلنا ادخل مع الإمام وحدك وصلي مع الجماعة فغاية ما يكون أننا حرمناه من المصافة لكن لعذر، والواجبات تسقط بالعذر. وهذا القول الذي أراه هو الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذهب بعض أهل يقول السائل هل يجوز سحب أحد المصلين من الصف الأمامي إذا حضر شخص ولم يوجد سواه أو ينتظر إلى أن يأتي أحد المصلين أم ماذا يفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. القول الراجح في هذه المسألة أنك إذا أتيت والصف تام فإنك تصلي خلف الصف مع الإمام ولا تجر أحدا ولا تتقدم للإمام، لأنك إذا جررت أحدا فقد جنيت عليه، رجعته من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، وشوشت عليه صلاته، وجنيت على غيره من المصلين أيضا، ففتحت بينهم فرجة وقطعت الصف. ثم إن المصلين عادة إذا انفرج الصف يدنو بعضهم إلى بعض، فيحصل بذلك عمل لا داعي له من هؤلاء المصلين. وتقدمك إلى الإمام إذا لم يكن هناك باب قبلي معناه أنك لن تتقدم إلا بتخطي الرقاب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب فقال له اجلس فقد آذيت، لا سيما وأنك تتخطاهم وهم يصلون، ففي هذا أذية لهم. ثم إذا تقدمت ودخلت مع صرت إلى جنب الإمام وجاء رجل آخر بعدك بدقيقة أو دقيقتين ولم يجد مكانا، قلنا له تقدم إلى الإمام. فجاء رجل ثالث قلنا له تقدم إلى الإمام، ورابع وخامس قلنا تقدم إلى الإمام. صار الإمام الآن صفا أو نصف صف، بينما لو بقي وحده وصف وحده وجاء واحد وآخر بعده صاروا صفا وراء الصفوف. ثم إننا نقول لو قلنا له انصرف ولا تدخل مع الإمام ولا تصف الصلاة حرمناه من ماذا؟ من صلاة الجماعة والمصافة. لكن إذا قلنا ادخل مع الإمام وحدك وصلي مع الجماعة فغاية ما يكون أننا حرمناه من المصافة لكن لعذر، والواجبات تسقط بالعذر. وهذا القول الذي أراه هو الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا بأس بها وإن لم يتم الصف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده فأمره بإعادة الصلاة،
وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يصاف الناس ويصلي في مصافهم، ولكن إذا عجز عن ذلك فإن الواجبات تسقط بالعجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم 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 هذا السؤال اللي عندك. نعم، إذا كانت المرأة قد أمكنت رأسها بعمامة فهل تمسح على العمامة أم تمسح على مقدمة شعر رأسها أم تمسح شعر رأسها وتخلع العمامة؟ كان الواجب على هذه السائلة أن تسأل عن لبس المرأة للعمامة قبل أن تسأل عن مسحها. لبس المرأة للعمامة محرم لأن العمامة من خصائص الرجال، وقد فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لأنها ما تلبسه النساء من العمائم، وسواء صح هذا التفسير أم لم يصح فإن العمائم من خصائص الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس عمامة وهي آثمة بذلك، وحينئذ لا يجوز أن تمسح عليها. نعم. أما الرجل نعم فيمسح على العمامة ما دام عليه عمامة فإنه يمسح عليها كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري، اللي أفهم من العمامة أنها ما يكور على الرأس، فإن كان المراد بذلك الغدفة، إذا كان هو الغدفة مثلا اللي تلف على رأسه، ربما أخطأت في الفهم أنا، فإنه لا حرج عليها عند المشهور من مذهب الحنابلة، إذا كانت الشيلة هذه مدارة تحت الحلق فإنه يجوز لها أن تمسح عليها بدلا عن مسح الرأس. نعم، يعني إذا لفتها كاملة من تحت الحلق. نعم، إذا لفتها من تحت الحلق. وآخر وبعض العلماء يقول أنه لا يجوز أن تمسح على الخمار، وأنه يجب أن تخلعه وتمسح على رأسها. نعم. يقول إذا انتهت المرأة من مدة النفاس انقطع الدم ولكن يخرج منها مادة صفراء تختلف عن المذي، فهل لها أن تصلي أم ماذا تعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا طهرت المرأة من النفاس أو طهرت من الحيض أيضا ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فليس ذلك بشيء ولا يضرها، وعليها أن تصلي وتصوم رمضان وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها ولا حرج في ذلك. قالت أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا رواه البخاري ورواه أبو داود بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم. يقول السائل هل يجوز للابن حجز وإخفاء جواز والده عندما يأتي إلى والده بعض المسنين الذين تعودوا إلى السفر الخارج وطمعوا للسفر معهم ليزوجوه أو ما شابه هذا الأمر ويغرر به، وهو يعلم أن هؤلاء إيمانهم ضعيف جدا ويخاف أن يؤثروا على والده الذي إيمانه أيضا ضعيف جدا، فماذا ترون في ذلك؟ يحجز جواز والده حتى ما يخليه سافر، حتى ما يسافر يربي عنه من ما يدري. نعم. لا ربما يقصد أمرا آخر غير الزواج. هو على كل حال إذا كان يخشى على أبيه من السفر، إذا سافر إلى الخارج يخشى عليه من خلل في دينه سواء كان في عقيدته أو في أخلاقه وسلوكه، فإن له أن يحجز جواز سفره، بل قد يجب عليه، وهذا هو البر بوالده أن يمنع والده مما يضر في دينه. وأما إذا كان يخشى عليه أن لا يتزوج فقط فإنه لا يحل له ذلك، لأن والده يجوز أن يتزوج أربعا، إن كان معه واحدة فيتزوج ثلاثا، وإن كان معه اثنتان يتزوج اثنتين، وإن كان معه ثلاثة يتزوج واحدة، وإن لم يكن معه أحد يتزوج أربعا، ولا حرج في ذلك، وليس له أن يمنع جواز سفر والده من أجل هذه العلة فقط. وأما إذا كان يخشى أن هؤلاء الجماعة الذين منوه أن يزوجوه يخشى أن يقطعوه، فلينظر إذا تحقق الخديعة فإنه يشير على والده ألا يفعل ويبين له خديعتهم، فلعله يرجع بعد أن يبين له الأمر. نعم.
يقول السائل: بمناسبة أن تكون غدا في يوم الاثنين صلاة الاستسقاء، نجد أن كثيرا من الناس لا يؤدي هذه الصلاة، فما حكم هذا الأمر وهل هم آثمون أم لا؟ صلاة الاستسقاء ليست فرضا ولكنها سنة، وإذا قام بها من يكفي حصل المقصود إن شاء الله تعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء أمرا مطلقا، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن كان في عمل حكومي فإنه يبقى في عمله، ويكون تركه لهذه السنة من أجل واجب يجب عليه، والواجب أهم من السنة. وبإمكانه أن يدعو الله عز وجل بإنزال الغيث وهو في صلاته وفي خلواته في آخر الليل بين الأذان والإقامة في حال السجود وما أشبه ذلك. والمهم أن صلاة الاستسقاء سنة، إذا قحط الناس وامتنع المطر وأجدبت الأرض فإنه يسن إلى الخلق أن يلجأوا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى يوم الجمعة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقف أمامه، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في سحاب ولا قطعة غيث، وكانت السماء صحوا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحب، فكانت السماء صحوا. قال: فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس، الترس ما يتقي به المقاتل الرماح صغير، فارتفعت في السماء وانتشرت وتوسعت وراعدت وبرقت، فنزل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره ما نزل حتى صار المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم القدير، كن فيكون. وبقي المطر سبتا، يعني أسبوعا كاملا. فدخل رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، بل قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير بيدها الكريمة صلى الله عليه وسلم: حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله. فخرج الناس يمشون في الشمس. إذن دعاء الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، يكون في الاستسقاء يخرج الناس إلى الصحراء فيستسقون، يكون في أي زمن وفي أي مكان. فعلينا أيها الإخوة أن نسأل الله عز وجل أن يغيث أولا قلوبنا بالعلم والإيمان، لأن القلوب فقيرة مجدبة غاية الإجداب، ما هناك سقي، ما هناك أعمال صالحة تسقي هذه الشجرة. وأن يغيث بلادنا بالمطر والنبات حتى ينتفع الناس، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشكر. والمهم أن القيام بواجب الوظيفة أولى من صلاة الاستسقاء، لأن الوظيفة واجب القيام بها، فأداؤها يؤجر عليه الإنسان ثواب الواجب. وهذه مسألة أيضا أحب أن ننتبه لها، كثير من الناس يؤدون واجبهم من أجل أن يحصلوا على الراتب، وهذه النية نية هابطة ضعيفة. الذي ينبغي أن نقوم بوظيفتنا أن ننوي بذلك القيام بالواجب الذي حملناه من قبل ولاة أمورنا، لأن ولاة أمورنا لهم الطاعة علينا في غير معصية الله،
لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكوننا نؤدي الوظيفة من أجل الراتب هذه نية هابطة، لكن كوننا نؤديها قياما بالواجب نحصل على أجر الدنيا وأجر الآخرة، فأرجو أن ننتبه لهذا. نعم. يقول السائل: هل لبس الخفين يوجب الوضوء عند كل صلاة من الصلوات الخمس التي هي مدة المسح؟ وهل الصلاة بالوقت السادس بعد وضوء ومسح للوقت الخامس جائز أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. المسح على الخفين أيها الأخوة يقوم مقام غسلهما، يعني من مسح على خفين فكأنما غسل قدميه، وعلى هذا فلا يجب عليه الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه، لكنه محدد بمدة، بعد هذه المدة ما يمكن تمسح، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر. وليس العبرة بعدد الصلاة، العبرة بالمسح هذه المدة، سواء صليت صلاتين خمس صلوات أو أكثر. ربما يصلي الإنسان وهو مقيم أكثر من خمس صلوات، يمكن يصلي ست صلوات ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن سبع ثمان تسع عشر احدى عشر ها؟ اثنى عشر يمكن وهو مقيم. لنفرض أنني اليوم الأحد أظن لبست الجوربين يوم الأحد، يوم الخميس يوم الأحد، قصدي لصلاة الفجر يوم الأحد، وبقيت على وضوئي إلى ليلة الاثنين حتى صليت العشاء ما توضأت، هل تحسب علي المدة هذه ولا لا؟ لا تحسب. ما تحسب، لأني ما أحدثت، باتفاق أهل العلم إنها ما تحسب، إلا من قال وهو قول شاذ لا عمل عليه إن ابتداء المدة من اللبس. طيب، صليت العشاء ليلة الاثنين ونمت، وقمت لصلاة الفجر يوم الاثنين الساعة الخامسة فمسحت على الجوربين، تعتبر هذه المسحة البداية. البداية. بقيت يوم الاثنين وأنا أمسح، وفي صباح ليلة الثلاثاء مسحت عليهما الساعة الخامسة إلا ربعا. قبل الوقت ولا بعد؟ قبل الوقت بربع ساعة. قبل الوقت بربع ساعة، ما بعد انتهى الوقت. وبقيت على طهارتي حتى صليت العشاء ليلة الأربعاء. كم صليت من صلاة؟ 15. نعم. صليت الظهر يوم الأحد والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها راحت ما حسبت علي. والفجر يوم الاثنين والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه تسع، والفجر يوم الثلاثاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء 13 و 14. طيب ممكن، فالعبرة باليوم والليلة للمسح. أعد السؤال. لا لا يقصد هذا الشيء، يقصد الوقت، هو تكلم عن الأوقات فقط. الوقت طيب. السادس. نعم. يسأل السائل فيقول: هل الإسلام يسمح بالتسليم أو معانقة الكافر إذا كان في سبيل دعوتهم إلى الإسلام؟ الأولى أن لا نبدأهم بالسلام حتى في مقام الدعوة للإسلام، إلا إذا قال الإنسان السلام فقط ونوى بقلبه على عباد الله الصالحين، يعني ما نوى على هذا الرجل المخاطب من باب الدعوة، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز أن نبدأهم بالسلام، إنما إذا سلموا علينا نرد ولا لا؟ نرد. إن قالوا السلام عليكم، السلام باللام، قلنا عليكم السلام. إن قالوا السلام عليكم أو ما بانت اللام، قلنا وعليكم. وطريق الدعوة يمكن يكون بالتأليف، بأن نهدي عليه هدية مثلا، لأن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة،
فنعطيه مثل هدية أو دراهم أو لباس أو ما أشبه ذلك إذا علمنا أنه ينتفع بذلك أو يوجب تأليفه. نعم. تقول السائلة ينتفع بذلك في إيمانه قصدي. نعم. تقول السائلة نرجو بيان ما يأتي بشيء من التفصيل. أولا لباس المرأة في الصلاة وصفته. المرأة لباسها في الصلاة يجب أن يكون ساترا لعورتها التي يجب أن تستر في الصلاة، قال أهل العلم، وهو جميع بدنها ما عدا الوجه، هذا لا بد منه، ولا بد أن يكون مما يباح. فإن كانت ثياب فيها تصاوير فإن لبسها محرم سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، ولا يجوز لها أيضا إذا أرادت أن تصلي في المسجد لا يجوز لها أن تخرج متبرجة أو متطيبة لما في ذلك من الفتنة. ولا يشترط فيما يحصرني الآن سوى ذلك، فيجوز مثلا أن تلبس ما يسمونه بالملاءة فوق ثيابها. لا اسم خاص؟ نعم اسم ملاية كذا. نعم. نوع من الثياب الخفيفة الذي. المهم إذا كانت هذه الثياب الخفيفة الملاية أو ما أشبهها إذا كان تحتها ما يستر ما يجب ستره من البدن فلا حرج فيها. الأمر الثاني بالنسبة لموضوع الدم، هل هو نجس أم طاهر بالتفصيل؟ نعم. أما الدم الذي يخرج من الفرج من الدبر أو من القبل فإنه نجس قليله وكثيره، ويجب أن يغسل قليله وكثيره، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تقلصه ثم تحكه ثم تقلصه ثم تغسله وتصلي فيه. فدم الحيض بل وكل دم يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر فإنه نجس، وأما ما خرج من بقية البدن كالرعاف ونحوه فإنه يعفى عن يسيره، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا فإن المشروع غسله. ولهذا كانت فاطمة تغسل الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين شج في غزوة أحد. الأمر الثالث تسأل عن أثر زينة المرأة في الصلاة المباحة أم لا؟ أثر الزينة المرأة في الصلاة. أثر الزينة؟ تقصد هل الزينة مباحة؟ هي لا حرج على المرأة إذا صلت في بيتها أن تلبس ثيابا جميلة، يعني بمعنى أننا لا نلزمها أن تكون صلاتها في ثياب غير جميلة، بل لها أن تصلي في ثيابها التي تلبسها ما دامت الثياب طاهرة. نعم. يقول السائل توفي والدنا وترك لنا ثروة من المال ونسأل الله العافية في العاقبة، يقول كان لا يزكي عن هذا المال ولا يؤدي حقه وإنما يخرج شيء بسيط بدون نسبة الزكاة المعروفة، فهل علينا أن نؤدي الزكاة عنه علما أننا لا نعلم بداية تكوين المال؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. المشهور عند جمهور أهل العلم أنه يجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذا المال وتتحروا ما يجب عليه وتؤدوه، وذلك لأن الزكاة دين على الإنسان، والدين على الإنسان يجب عليه أن يقضيه. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن ذهب إلى أن الزكاة عبادة، وهو لا شك أنها عبادة، ولكنه قال إذا تركها الإنسان متعمدا في حال حياته فإنها لا تنفعه إذا أديت عنه بعد موته، لأنه والعياذ بالله تعمد الترك، حتى لو أننا أخرجنا هذه الزكاة فإنه لا ينتفع بها، بل سيحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن الأولى أن تخرجوها وأن تستغفر الله له، فلعل الله سبحانه وتعالى يشمله بعفوه.
إذا كانوا لا يعلمون بداية التكوين، إذا كانوا لا يعلمون بداية التكوين فقد أشرت إلى أنهم يتحرون بقدر الاستطاعة ويكفي. يقول السائل: أفتى بعض علمائنا الأفاضل بجواز الزواج بنية الطلاق درءا للمفاسد التي قد تحدث في السفر، لذا نأمل هو قال بغير السفر حتى أطلق يعني، لذا نأمل إبداء الرأي بالتفصيل. جزاكم الله خير. على كل حال ما دام أفتى العلماء عندكم فبإمكانكم أن تسألوا هؤلاء المفتين، وهي فيها فيما أرى فيها أنها غش بالنسبة للزوجة وأهلها، لأن أهل الزوجة وكذلك الزوجة لو يعلمون أن هذا الرجل إنما تزوجها لقضاء رغبته فقط لمدة معينة ما زوجوه. يعني بمعنى أنني لو يخطب مني إنسان وأنا أعرف أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها ما دام في هذا البلد ثم يطلقها ما زوجته، وهي كذلك أيضا لا ترضى بهذا، فهي من هذه الناحية في رأيي حرام لما فيها من الغش. فإن قالوا نبين له ذلك، نقول ما أنني لا أتزوجها إلا ما دمت في هذا البلد، قلنا إذا بينت له ذلك وقعت في زواج المتعة، لأنك شرطت أنك زوجها ما دمت في هذا البلد، فأنت إن شرطت صار النكاح متعة، وإن لم تشترط صار النكاح غشا. وقد صرح علماء الحنابلة المتأخرون كصاحب الروض المربع والمنتهى والإقناع بأن هذا النكاح باطل وأن المرأة لا تحل به، فقالوا إن زواج المتعة يكون بالشرط وبالنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقالوا إذا كانت نية التحليل مفسدة للعقد فكذلك نية المتعة تكون مفسدة للعقد. وعلى كل حال فالمسألة هذه أعني الزواج بنية الطلاق بدون شرط محل خلاف بين أهل العلم، ولكن أنا أرى أن فيها غشا للمرأة وأوليائها، لأنهم إذا علموا بذلك لم يكن يزوجوها أبدا إلا أن يشاء الله. نعم. يسأل السائل فيقول: إذا حضرت الصلاة ونحن مجموعة مجتمعين في مكتب مثلا، هل الأولى أن نؤديها جماعة أو نتفرق، مع أننا إذا تفرقنا فمنا الذاهب إلى المسجد ومنا الذاهب إلى سواه، نأمل الإيضاح في ذلك. الذي يظهر لي أنه ما دام إذا كان المسجد قريبا لهذا المكتب فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وذلك لأن المساجد ما بنيت إلا لإقامة الجماعة، وأما إذا كان بعيدا فإنهم يعذرون في ذلك ويصلون جماعة في مكاتبهم، ولكن يكونون جميعا جماعة واحدة، لا يصلي كل رجلين في غرفتهما. نعم. يقول السائل: نلاحظ أن كثيرا من الناس مقصرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنلاحظ أنهم يعرفون الذين لا يشهدون صلاة الجماعة ولكنهم لا يقومون ببلاغ رجال الحسبة وأجهزتها، فما حكم ذلك؟ مع نرجو حثهم جزاكم الله على الخير. إذا كنا نعرف من يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه يجب علينا أول مرحلة أن نتصل به وأن ندعوه إلى ذلك ونبين له الفضل في هذا. وليس من شرط الدعوة أن أقول أمام الناس: يا فلان ليش ما تصلي؟ ممكن أن أذهب إليه في بيته كزائر وأجلس إليه وأتحدث معه وأونسه في ذلك. وقد سمعت أن بعض الإخوة الموفقين يذهب إلى من لا يصلي في بيته ولو كان فاسقا، يذهب كزائر، وطبعا الإنسان إذا جاءه رجل في بيته سوف يأذن له بالدخول، ويقول إنه جلس عنده وتحدث معه ولم يقل له لماذا لا تصلي أبدا. يقول: ففي اليوم الثاني وجدت يصلي مع الجماعة، شفاء اللين واللطف،
فأنا أرى أن مثل هؤلاء يدعون أولا باللين واللطف ولو بالزيارة، فإن هداهم الله فلهم وللداعي، وإن لم يهتدوا وجب عليه حينئذ أن يبلغ من له الأمر حتى يقوم باللازم، وإذا بلغ من له الأمر برئت ذمته بذلك. نعم. يقول السائل: ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة ومع ذلك إذا بلغ ولاة الأمر لا يقتصر على هذا، يديم النصح، فلعل الله تعالى أن يهديه في المستقبل. نعم. ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة وواجباته في الصلاة وفي الوضوء أيضا؟ نعم. يقول أهل العلم في مسألة الشك: إن الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فهذا لا يلتفت إليه، يعني من خاطر خطر على بالك لكن ما له أصل هذا لا تلتفت إليه. ثانيا إذا كثرت الشكوك كما يبتلى به بعض الناس، تجده مثلا لا يصلي صلاة إلا شك، ولا يتوضأ وضوءا إلا شك، فإنه في هذه الحال لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، مثل لما سلم من الصلاة قال والله ما أدري وأنا صليت ثلاثة أم أربعة، فإنه لا يؤثر إلا إن تيقن النقص فإنه يكمل فيما يمكن تكميله. نعم. يقول السائل: إذا صليت صلاة المغرب مثلا وهي ثلاث ركعات ولكنني نسيت وصليتها أربع ركعات، فهل يجوز لي أن أسجد سجود سهو أو أعيد صلاتي، وهل هي صحيحة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته وذكرها أي الزيادة بعد أن فرغ من صلاته فصلاته صحيحة، ولكنه يسجد للسهو، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فثنى رجليه عليه الصلاة والسلام وتقدم وتوجه إلى القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم. فإذا ذكرت بعد فراغك من الصلاة أنك صليت أكثر من العدد المشروع فإنك تسجد سجدتين وصلاتك صحيحة. نعم. قبل بعد السلام. بعد السلام. أما إذا شك قبل أن يسلم، إذا شك قبل أن يسلم فإنه يبني على ما ترجح عنده إن كان هناك ترجيح ويسجد بعد السلام، فإن لم يكن هناك ترجيح بنى على اليقين وهو الأقل وأتم عليه وسجد قبل السلام. إذا صلى المغرب ركعتين ثم سلم فإذا ذكر قريبا يعني فطن على طول ذكر يتم الصلاة، يأتي بالركعة الثالثة ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم. سجدتين قبل السجدتين بعد السلام. بعد السلام. نعم. صاحب الفضيلة: يظل أمر السرحان في الصلاة الهاجس الأكبر للمصلي، كيف السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وذلك بأن يدخل الإنسان عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لم يمكن ذلك لكونه مع الجماعة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون تفل، وينبغي أن يعلم أنه إذا صلى فإنه يصلي يقوم بين يدي الله عز وجل، بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يعلم ما توسوس به نفسه. وأظنه لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا ما كان ليتحرك حركة واحدة تسيء الأدب مع هذا الملك، فكيف وهو يحرك قلبه يمينا وشمالا مع أن الله يعلم ذلك. وأنا أقول هذا وأنا
كغيري من الناس يكثر فينا هذه الهواجيس، ولكن إذا استعان الإنسان بربه عز وجل وصار يضع نفسه موضع القائم بين يدي الله سبحانه وتعالى سهل عليه هذا الأمر، نسأل الله السلامة والهداية. يقول السائل: ما حكم صلاة الفجر مع الجماعة، وما حكم من يسمع النداء الفجر ويصلي في البيت أو يصلي بعد طلوع الشمس؟ هل صلاته صحيحة أو هل عليه ذنب في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير. صلاة الفجر مع الجماعة واجبة كغيرها من الصلوات، والذي تثقل عليه صلاة الفجر مع الجماعة فيه شبه من المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإذا تهاون بالصلاة مع الجماعة وهو يسمع النداء وصلى منفردا، فللعلماء في صلاته ثلاثة أقوال: قول يقول لا تصح صلاته لأنه ترك الواجب عمدا بدون عذر، وصلاة الجماعة عند هؤلاء شرط لصحة الصلاة، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد من علماء المذهب الحنبلي، يقول إن صلاة الجماعة شرط للصحة الصلاة، وإذا تركها بلا عذر فصلاته باطلة. ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكن آثم، وهذا القول هو الراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم. ويرى آخرون أنه تارك للأفضل فقط وليس عليه إثم، ولكن هذا قول ضعيف، وأشرت إليه لأنه قد اشتهر عند بعض الناس الاحتجاج بهذا القول بأن بعض العلماء يرى أن الجماعة سنة، لكن هذا القول قول ضعيف يرده الكتاب والسنة، فالله تعالى أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. واستأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال: هل تجد لي رخصة؟ قال: لا أجد لك رخصة. وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين بالنار، والأدلة في هذا واضحة في أن صلاة الجماعة واجبة يأثم من تركها بلا عذر. وأما الرجل الآخر الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وهو يقظان، فإن صلاته مردودة عليه ولا تقبل له، لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة، لأن القول الراجح أن من صلى الصلاة بعد خروج وقتها بدون عذر فصلاته باطلة، لأنه صلاها على وجه لم يؤمر به بل منهي عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. يقول السائل: نرجو البيان عن كيفية صفة المسح على الجوارب الشراب، وما يشترط في الجوارب لكي تكون صالحة للمسح عليها. أما الفقرة الأخيرة من السؤال فسبق الكلام عليها، وأما كيفية المسح فإنه يبل يده بالماء ويمسح على الجورب من أصابعه إلى ساقه، هكذا بأصابعه يمر يده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق. نعم. يقول ما في، أنا أرى بعضكم بدأ يأتي عليه التثاؤب. نعم. ومعنى هذا أنه بدأ يمل، والأسئلة عند الأخ إن شاء الله محفوظة إلى كثيرة جدا مرة ثانية إن شاء الله. جزاكم الله. أي نعم، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، وإن مسح اليمنى أولا باليمنى ثم مسح اليسرى فلا حرج. فيه سؤال للسائل: بل ربما يقال هذا هو الأفضل لأن المسح بدل عن الغسل، ولكن ظاهر حديث المغيرة بن شعبة مسح على خفيه الإطلاق، إلا أن يحمل على حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
وأرجو المعذرة لأني قلت لكم بالأول إن الليلة طويل، لكن أشوفه على بعضكم غير طويل الآن. نعم، جزاك الله خير، ثابك الله. نعم. في سؤال إحدى السائلات تسأل عنه، تقول أنه عم فيه البلوى من النساء، وهو أنهن يلبسن جوارب خفيفة جدا ترى البشرة، فهل يجوز لهن المسح على ذلك أم لا؟ أي نعم، سبق لنا آنفا أيضا أنه يجوز المسح على الشراب الخفيف ما دامت الرجل تنتفع بهذا اللباس بالتدفئة أو الوقاية، فإنه يجوز المسح عليها لأنه ليس هناك دليل على اشتراط الستر. نعم، أما إذا كان للزينة فلا يحل للمرأة أن تخرج به إلى الأسواق، لأن المرأة منهية أن تخرج بالثياب الجميلة إلى السوق سواء كان في يديها أو رجليها أو بقية بدنها. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا على ما أثقلنا عليه من كثرة الأسئلة، وأن يجزل لكم حضوركم وصبركم على ما وصلكم في العلم، جزاكم الله على كل خير، ونسأل فضيلة الشيخ التوفيق والسداد دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى في محاضرة أخرى، والله الموفق. جزاك الله خير، بارك الله فيك. الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا. له لنا كذلك أوقات الصلوات الخمس، قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس وهو زوالها، إلى غسق الليل وهو منتصف الليل، لأن الغسق شدة الظلمة وتنتهي شدة الظلمة بنصف الليل، فهذا الوقت من زوال الشمس وبه ينتصف النهار إلى انتصاف الليل، كله أوقات لصلوات أربع متوالية، فالظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على الظل الذي زالت عليه الشمس، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله زائدا عن الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس، ويمتد وقت الضرورة إلى غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم بعده يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للفريضة، وإنما هو وقت لقيام الليل، ثم يدخل وقت الفجر إذا تبين الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا للفريضة، ولكنه وقت للنافلة أن يصلي الإنسان في الضحى ركعتين أو ما شاء الله. هذه الأوقات التي أشار الله إليها في القرآن إجمالا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا، يجب علينا أن نتقيد بها، فمن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، لو كبر للإحرام قبل أن يدخل الوقت فإن صلاته باطلة ولو كان معظمها في الوقت. وكذلك لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا، فإن أخرها عن وقتها عمدا فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة. أما من أخرها لعذر كالنسيان والنوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإذا كانت الصلاة موقتة محدودة بحدود لا يجوز أن تتعداها لا سابقا ولا لاحقا، فإن على المؤذنين أن يراعوا هذه الأوقات،
ولا يحل لهم أن يؤذنوا قبل دخول الوقت، فإن فعلوا كان أذانهم باطلا، لأنه ليس على الوجه الذي أمر الله به ورسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فقيد الأذان بحضور الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها وأريد فعلها. وعلى هذا فإن من أذن قبل الوقت يكون قد أذن أذانا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن في أذانهم قبل الوقت محذورا عظيما، وذلك أن من سمعهم فإنه سوف يصلي إذا كان ممن يصلون في البيت كالنساء والمرضى، وحينئذ يصلون قبل أن يدخل الوقت، فيكون إثم صلاتهم قبل الوقت على هذا المؤذن الذي غرهم. ولقد كان الناس في هذه الأيام كان منهم من يقدم الأذان قبل الوقت، حتى إني سمعت أن بعض الناس في أطراف البلد يؤذنون لصلاة العصر في الساعة الثالثة إلا ثلثا، ومعنى ذلك أنهم أذنوا قبل الوقت بربع ساعة. فما ظن هؤلاء إذا قام أحد بعد الأذان يتوضأ بنحو 5 دقائق أو أقل، ثم صلى بنحو 7 دقائق أو 10، فمعنى ذلك أنه أتم صلاته قبل أن يدخل الوقت. وكذلك في أذان الفجر، ولهذا أرى أن المؤذنين يختارون التوقيت الزوالي، لأن التوقيت الزوالي أضبط، حيث إن الساعات لا تختلف فيه. أما التوقيت الغروبي فإن الساعات تختلف، وأكثر الناس يهملون ساعاتهم ولا يضبطونها. والتوقيت الزوالي لا يمكن الاختلاف فيه، بل إذا حصل عندك شك فراجع التلفون، فإن التلفون يعطيك الساعة بالضبط، اضرب 9 6 1 وحينئذ يخبرك بالساعة.